متابعينا الاعزاء، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظه الدقهليه. يعني للاسف الشديد ابشع جريمه قتل تابعناها خلال الفتره اللي فاتت، يعني جريمه بشعه جدا. قتل مراته قدام بناتها الاطفال الثلاثه، فاطمه سمير اللي عندها 21 سنة، بنت جميلة لسه في ريعان شبابها، اتجوزت يعني جارهم للأسف الشديد. يمكن أقول لحضراتكم الموجع في القضية، زي ما احنا شايفين الأهل والأسرة والعيلة كلها متجمعة، ده بيت أسرتها، ده بيت والدها، وده البيت اللي هي كانت متزوجة فيه وتمت فيه الجريمة. اتقتلت على إيد جوزها بثلاث طعنات، وللآخر رشق السكينة في رقبتها، كل ده بسبب علبة سجاير قتلها قدام أولادها الثلاثة في غياب من الضمير والإنسانية. نسى العشرة ونسى العيش والملح، يعني للأسف الشديد وقتلها. هنسمع من دلوقتي من أخواتها وأخوها الأكبر ووالدها اللي قاعد مكلوم هنا، يعني مش قادر يتكلم، قنا الله في عونهم. هنسمع منهم تفاصيل الواقعة الأليمة اللي يمكن زي ما قلنا لحضراتكم من أبشع المواقع أو الجرائم اللي حصلت في محافظة الدقهلية ومصر كلها خلال الفترة اللي فاتت. حبيبتي البقاء لله قبل أي حاجة. عرفيني بيك، اتفضل. مرات أخوها الكبير. أنت مرات أخوها. قلت لي أنا كنت متجوزة وهي كانت عيلة صغيرة. احكي لي بقى، أنتوا عرفتوا الواقعة في البداية إزاي وإيه اللي حصل لفاطمة؟ امسكي كده. هو من فترة، من 3 سنين، كانت طلب منها فلوس وقالت له والله ما معايا. المهم كان في إيده شقرف، جاي يخبطها في بطنها أبوه. قامت عامله وركها كده، قام جاي في وركها. شقرف اللي هي اللي زي اللي بحشبه البرسيم. فراح قال لدار عمه، ده انت عيالك مش رجاله، انما انا راجل ابن راجل، بطلب منها اجيب علبه سجاير. قالت ما معيش. جت اجيب بطنها، عملت رجلها كده، قام جاي في وركها. بس هي باقيه للنبى الجايه هجيب رقبتها جنبها. فبقول انا راجل وانت مش راجل؟ انا راجل يقعد في البيت ومراته هتدي لي سجاير. دي المرجله عندهم. ده الكلام ده من امتى؟ الكلام ده من سنتين ثلاث. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل في الواقعه الاخيره اللي بتاعت امبارح. الواقعه الاخيره ما نعرفش. احنا فاجئنا الصبح، انا الاسعاف واقف هنا قدام البيت. انا ما كنتش موجوده. الساعه خمسة ونص الصبح لقيت سلفتي بترن عليا بتقول لي انت فين. بقول لها بجيب عيش. في حاجه؟ قالت لي عشان حماد فاطمه تعبانه قوي والاسعاف واقف بره اكتر من نص ساعه ومحدش منهم نزلها. بقول لها طيب روحي شوفي في ايه وعرفيني، احنا لنا الدلال بنروح وبنخش وكل حاجه. رحنا لقينا الجدعان بتوعهم حشونا من قدام الباب. هي سلفتي راحت ما دخلوهاش. الخبر ان حماد فاطمه اللي تعبانه. ما قالوش لكم ان بنتكم هي اللي مقتله؟ قالوا لنا عمتها، قالتها حماتها اللي تعبانه. فقلت لها طب روحي شوفي وقولي لي ايه في ايه. شويه ولقيتها بترن عليا تاني بتقول لي ما رضوش يدخلوني. قلت لها طب خلاص اقعدي بره لعند ما تشوفي في ايه. شويه ولقيت ابني بيقول لي انت فين يما. بقول له يا حبيبي انا بجيب عيش. في ايه يا ابني؟ قال لي ده حماد عمتي فاطمه ماتت. قلت له يا حبيبي انا كده كده ايه، انا جايه في السكه. عرفتوا ان فاطمه هي اللي مقتوله امتى؟ الساعه 7. الساعة 7 هي كانت مقتولة امتى؟ من الساعة 1. الساعة 1؟ من الساعة 1. وليه ما بلغوش؟ ومن الجبروت بتاعهم قاعدين كلهم وشايفينهم. البيت طالعه تقول لها امي يا تات شوفي بابا بيعمل ايه في ماما. امي يا تات تقول لها روحي يا بنت انزلي ابوك هيعمل ايه. يعني حماتها كانت عارفه ابنها مراته. ما قامتش لحقتها ولا اي حاجه؟ الله اعلم، احنا ما شفناش برضه. عشان انا ايه قتلها؟ كان قتلها امتى؟ ما هم بقولوا الساعة 1. الساعة 1 اول امبارح بالليل. هم قالوا الساعة 1. الساعة 7 الصبح. هم ما بلغوش لما الشرطه جت والدنيا وقفت. جانا ببص فوق في البيت في الشقه اللبن اللي فوق ديت، لقيت حماتهم واقفه. لقيت حماتها واقفه وسلفتها. بقول لها ازاي يا بنت اللي ماتت واقفه؟ اللي لونها اخضر اللي فوق دي؟ ده هي ده كانت متجوزه في شقه ورا وسلفها عشان جه يتجوز، نقلها من الشقه اللي ورا جابها في اللي فيها الشباك الاحمر ده اهو. اللي شباكها مفتوح ده اهو. ما فيهاش اي حاجه، ولا ميه ولا كهرباء ولا اي حاجه. هي اللي عملت من الشقه وهي من تعبها ومن كل حاجه. وما بينكم هي اللي عملت من كل حاجه. كنا هنروح ونشكرهم انهم جابوا نبهوا عن بنتين، انما ما جابوش نبهوا عنها. ما قالولناش، ما جابولناش سيره. سابوا دمها الصفة كلها يا حبيبه امها على الارض كلها. ازاي ان فاطمه ان اخته هي اللي اتقتلت؟ لما شفنا حماتها ابن اخته بيقول لعيل صاحبه انا هجيب التوك توك عندكم عشان خالي قتل مراته.
الواد طلع قال لمامته يا اما ميدو بقول كذا كذا كذا. قالت له ازاي يا ولا؟ فرنت على سلفتي هنا في البيت دي، قالت لها انزلي يا مديحه قولي لدار ابوكي سامي ينزلوا يشوفوا بنتهم، بنتهم مدبوحه، ابن اختهم بيقول كذا كذا كذا. نزلت قالت لنا بقى، جرينا الشاطر بشطارته اللي كان بيجري ما كناش عارفين، وما دخلناش برضه، جرينا وما دخلناش. انت دخلتي معاها المشرحه الوحيده اللي كنت واقفه على بوصه؟ انا اللي كنت معاها. طيب ايه اللي كانت الطعنات اللي في فرقها؟ في جنبها الاثنين وفي رقبتها. بايه؟ بسكين. بسكين؟ اه. طيب محدش حكى لكم؟ اولادها هيشوفوا الواقع حقيقي؟ عيالها شافهم بس طلعوا كل النيابه والمباحث هناك. عيالها قد ايه؟ واحدة بسنة، ثانية قدام زي ده كده، ادي واحدة من دار، واحدة من دار كده، واحدة من زي ده كده، وزي يعني في ثانية وفي أولى زي ما هما ده أهو. أه هما ده أهو أولادها بناتها الثلاثة زي دار كده اللي يتيموا للأسف الشديد. وحسبي الله ونعم الوكيل. شافوا كل حاجة وطلعوا لستهم فوق، قال لها أمي يا تيتا شافوا بابا بيعمل إيه في ماما؟ ما قامتش ولا اتحركت، ما قامتش ولا اتحركت. عشان إيه؟ اسقت لهم في ايه؟ عملت لهم ده، ما جابتش سيرتهم براده مره. شغاله صبح وعصر وظهر ومغرب، كنا بنعمل الثلاث يوميات. البنات ما قالوش لكم ماما اتضربت ازاي؟ ما قالولناش، العيال خايفين. طب انتوا وصل لكم هي اتضربت ازاي؟ لا ما حدش وصل لنا حاجه. قلت لي اتضربت في جنبها اليمين. في جنبها اتضربت في جنبها. تمام. قامت تحوش عن نفسها، قام مش احكي لها، قامت واقعه على بطنها. فماتت نمتها على بطنها، حط رجله كده ماشي، وقام عامل ده كده، وقام عامل كده، وقام ده بكتف بكتفها علشان ما تقومش كده وكده ماشي. الغلبانه هتعمل قال واحد كله ليه؟ عشان ايه؟ عشان علبه سجاير. علبه سجاير تخلوه، عشان علبه سجاير. هو يعمل كل حاجه عشان علبه السجاير، يعمل كل حاجه تتخيلها عشان علبه السجاير. ابشع اوسخ واحسر واوسخ واوحش حاجه في الدنيا عشان علبه السجاير. ماما فاطمه كانت بتشتغل في الاراضي فترتين وثلاثة، والله والله وثلاث علشان تصرف، والله وثلاث، والله وثلاث. طب هو كان شغال ايه؟ صايع تملى عند اخواته بدون اجره. طب ايه اللي مصبرها على كده؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ عشان خاطر بنات. طب هي لما قلت لي قبل كده اتضربت بالشرشره او بالشقرف في رجليها وما قالتش ليكم؟ ما قالتش، انا عرفت من عند اهله. وقلت لها تعالي يا فاطمه انت حصل لك كذا 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 كذا، قالت لي لا اسكتي ما تزعليش امي، اسكتي ما فيش حاجه، ما فيش حاجه، اسكتي. انت ايه اللي جبرك على كده يا بنت؟ اللي هتاكليه النهارده مش هتاكليه بكره، واللي بناكل منه انت هتاكلي منه. قالت له انت ناقصين مامت ابوك وهمكم. اقعدي ساكته، هات الفلوس كده يا اولاد، اللي مورها لها كده يا اولاد اللي كانت في صدرها عشان تروح من اخوها. البقاء لله. ربنا يخليك. انا عارفه ان انتم متاثرين، مصر كلها مقلوبه علشان الوطن. هل في واحد يقتل مراته؟ انا جوايا بركان، جوايا بركان لو طلع ولا هيدمر العالم كله. لان ديت اخت الصغيرة كانت روح لما قوم الساعه 5 الصبح هنا. دي الفلوس اللي كانت في صدرها وقابلها كلها دم. لا حول ولا قوة الا بالله. طب الشرع عندنا الفلوس بتاعتها عاملة ازاي؟ كلها دم. حبيبتي قالوا لنا ماتت شقيانة وماتت غلبانة وحيدة، للعلم ان هي جنب اهلها بس ما عرفوش. لما قوم الساعة 5 كانت بتجيلك مضروبة على طول؟ لا، اي المرة اللي ضربت بالشرب دي فيك حاجة يا فاطمة؟ تقول لها مفيش حاجة. مبسوطة يا فاطمة؟ مبسوطة. ما كانش بتقول لها على حاجة. لو ضربها بالنار ما كانش تقول على حاجه. لما هم نوم الساعه 5 الصبح قاعدين هنا، قلتهم كلهم قاعدين هنا واقفين هنا، وانا ما اعرفش في ايه. عند امي بنتي عايشه، شوف في ايه بيه. عايشه تروح هناك، انا تعالى عشان ما فيش حد بخش. ابني راح الشغل، لا ترن على اقول لعمتي في ايه يابا. الصعب لما جت ما رضوش. عمتي في ايه يابا؟ كل ده كنت متخيلين ان حماتها. وانا متخيل ان حماتي. لا انت شفت اختك؟ لا ما شفتهاش، ما شفتهاش. صور معايا؟ لا وانا ما شفتهاش. في ايه يابا؟ قال له عمتي في ايه يابا؟ قلت له ما فيش حاجه يابا، ده حماتها اللي تعبانه شويه. مجرد ما قلت له حماتها تعبانه شويه، ببص لقيت واحده جايه بتقول ده حماتها صوتها بيقلع هناك فوق. ما شكتش ساعتها؟ ما شكتش، مش باينه يعني. ساعه ما قلت لصوتها بنقلع انا شكيت. ولما جيت ابص تاني لقيت اختها، لقيت بنتها واقفه في البقعه دي لسه نازله لها. طب لو هي تعبانه بنتها تبقى اول واحده عندي. امال ايش قال لي مش تعبان؟ اجي هنا قوم يابا شوف بنتك في ايه؟ ابا اخش جوه
ما رضوش يدخلوك. ابص لقيت ابويا نازل بالسرير على الحيطه واللي بنت بنتك اختك يا رمضان ماتت يابا ماتت يابا. لما هو قامت راحوا شايلينها بالكيس الاسمر اللي هم حاطينها فيه بالكيس الاسمر وحطها في الاسعاف وجريت ما شفناهاش. انا كان نفسي اشوفها ما شفتهاش. كانت ملاك والله العظيم ملاك. كانت بتجيبلي فقط تاكل الجناح والرجلين عشان تطلع لحماتي. ما انا بيبقى بتطلعوا لحماتي وبتاكل عمتي. عمتها اللي جوزها في الخارج كانت بتاكلها والله العظيم كانت بتاكلها. والاخر حماتها عرفت ان هي بتتقتل مش نجدتها ما قدرتش. مين اللي قال لك نجدتها؟ مين اللي قال؟ مش نجدتها لا قالت لني وفضلوا جنب منها وهي دمها بينزف لغايه ما ماتت ما حدش بلغني. وكلهم كلهم مشتركين فضلوا جنبها لغايه لو مش مشتركين كانوا نجدوه كانوا بتستروا عليها على فكره مستروا عليها على ابنهم كانوا نجدوه. هو اتمسك اتقبض عليه هم خدوه على عرش على المصنع لغايه الساعه 6 الصبح وصلوه بالتوك توك لغايه المركز وقال له خش وسلم نفسك واحنا هنطلعك. خش سلم نفسك واحنا هنطلعك. مفيش الكلام ده. انا براشد وزير الداخليه وعبد الفت ورئيس الجمهوريه القصاص. انا مش طالب ازيد من كده وتتقلب راي عام. وحاجه تانية البيت الشمع اصلا معلش في الكلمه في وشكم جنب مننا وفي وشنا جنب مني وفي وشي. ما انا مش هسيب اختي اللي عندها 22 سنه مطعونه ومذبوحه واتدفنت وهم رايحين جاروا قدام مني يبقى نار نار لو هم عدوا النار قدام مني. ما ينفعش عايزين يعيش حياتهم بس بعيد عني بره العزمه. تمام عايزين يعيش حياتهم يعيشوا بعيد عني. تمام ربنا يصبركم يا رب. انتوا اختها الكبيره البقاء لله. عارفه انك مش قادره وصوتك رايح. ربنا يصبر قلبك. عرفتي بقى الخبر امتى؟ انت متجوزه هنا في البلد بعيد. مين اللي جاب لك الخبر؟ اخوي اخوك. قالوا لي فاطمه كانت سمعتها كويسه كانت بتتباهى ببناتها وكل شويه تتصور معاهم وفرحانه بيهم. كانت بتشتغل وشقيانه علشان تربي ولادها لما تلاقي جوزها للاسف مش هو الراجل اللي يتركن عليه مش ده الراجل اللي يصرف ده صورتها. يعني زي ما احنا شايفين ده اول صوره لفاطمه صوره جميله يعني صورتها ربنا يصبري يا رب. احكي لي عن فاطمة اخر مرة شفتها كان ايه؟ كان عندنا ميتة واخرنا بشوفها كان اخو مرت اخويا ميت اخوها ميت يوم 9/8 اخرنا بشوفها شفتهاش بعد كده يوم 9/7 بالظبط. بس كانت مكلمنا قبل ما تموت بيوم واحد. مكلمك قبلها بيوم واحد؟ في التليفون زي اللي بتودعك يا حبيبتي. وقعدت تضحك في التليفون ضحك مش نهاية. بعد كده ما شفتش. ايوه بناتها دي صورة فاطمة وبناتها الاثنين الله عليها. بناتها الاثنين قالوا كانت بتلبس ولادها احلى لبس احلى لبس وتاكلهم وتعيشهم عشان ما تحسسهمش ان والدهم قاعد مستني حد يصرف عليهم. اكل وشرب ولبس وحضانة ودروس كل واكل لحماتها ولعماتها. دي جزات ايه؟ لا قوة الا بالله. دي جزات ايه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فاطمة ما قالتش ليكي حاجة؟ لا ما ودعتكوش. انت قلت لي قبل ما تموت بساعه واحده كانت قبل ما تموت بساعه كانت مع بنته مع مراتي. كانت مع بنته مع مراتي جابت كانت معاكوا هنا قبل ما تموت بساعه واحده. بقول لك كان كشف على ابن بنتي وجايبه علاج له والبنت سخنه وعيانه بنتها الصغيره. فقالت لي انا عايزه علاج على ما اروح الصبح اكشف عليها. قلت لها تعالى يا حبيبتي خدي اللي انت عايزاه. مالت لها سرنج الدواء سخونيه وخدت لبوس وقعدت معانا اكتر من شويه وقامت مشي. من ساعتها بقول لها هات علبه سجاير وهي الفلوس من الفلوس اللي معاها شقيانه بيها. وقالت له ايه يعني ما رضيتش تدوله الفلوس علشان خاطر هتشتري بيهم هي إيه؟ بتقول انا ما معيش الا على قد الفرخه اللي انا هجيبها للعيال الصبح وعلى قد كشف البيت. والله لو معايا حاجه ماش هحوش عنك. يعني عيله تعبانه هي عارفه هي تصرف عليها ايه؟ هتكشف وتجيب علاج بقد ايه؟ صحيح. وهم 430 جنيه هتكشف على البيت وتجيب لها علاج ولا هتجيب فرخه ولا هتطفحوا السجاير؟ تعمل ايه هي العيله اكتر من كده؟ تعمل ايه؟ تجيب من ايه؟ هنا قبل ما تموت بساعه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. على بيت والدها
على البيت اللي اتربت فيه وعاشت فيه واتنقلت لبيت الجيران زي اي بنت فرحانه ومفكره ان هي تعيش زي اي واحده عيشه طبيعيه، جوزها هو اللي يبقى مسؤول عنها ويصرف عنها. ما نسالش عنها عليها على طول، كان بيضربها على طول. ما نسالش عليها ولا مر، ما سالش عليها ولا مر، ولا عملها زكا مر، ولا عاملها باحترام مر. طردت كل لغايه ابنهم الصغير اللي قد كده وابن عمته بهنه لغايه الراجل الكبير كده وبهنه كلاتهم هنوه. مصيرهم ايه؟ الولاد فين دلوقتي؟ عندهم الله اعلم بمصيرهم ايه، عندهم حسب الله ونعم الوكيل. ضيع مراته وضيع ثلاث ولاي، حسب الله ونعم الوكيل فيه. كل مشكر في اخره، حسب الله ونعم الوكيل فيه. ايوه طبعا حسب الله ونعم الوكيل فيه. بالليل العشاء بتقول لي هنجيب سمك ولا هنعمل السوق يا حبيبتي؟ يعني والله العظيم كل يوم الاربع، كل يوم اربع هنجيب سمك الصبح ولا هنعمل ايه؟ كل يوم اربع عربيه بتجر السوق بتاع حني. انا صراحه معاها بقول لها مش فاهمه من الشغل ده، قالت لي ما تعرفيش حد وانا هساعدك وانا هساعدك. جيراني جيراني واصحابكوا تتصرحوا مع بعض؟ اه شقيانين عشان ليله العشاء. بقول لها اني تعبان، قالت لي انا هعينك، انا هعينك والله ما تعززيش حد وانا هعينك. اي والله عزل يا حبيبتي ما بكذب عليك، وقلت لها سباق، بتقول لها نجيب سباق الصبح والصبح الاربع، قلت لها سباق على الله، سباق على الله يا حبيبتي. وقمت سايباها بقول لها امي تعبانه، قالت لي لا ما تستناش نسوان اخواتك، اطلعي بصي على امك ما انتش ضامنه ايه، ورمد على جسمي، رمد على جسمها جاي من غير، والله رمد على جسمي اللي مزعلنا، رمد على جسمي. يعني شقيانه صورتها قدامي، صورتها قدامي مش قادره اعمل حاجه ولا ليه اعمل حاجه، صورتها قدام والله، صورتها قدامي بمنظري ورمد على جسمها، مش قادره مش قادره تقوم تحط ميه على جسمي صبح وعصر. يا حبيبه قلبي روقي على نفسك مره واحده، انا كنت زيك كده وكيلت وما عدتش قادره. انا اللي بقول لها روقي على نفسك، روقي على نفسك شويه، لان انا كنت مقروصه اتقرصت، ما هو اللي مقروص بيوعز اللي قدام. قلت لها بقيت اروح صبح وعصر لما بقى كهلت اهوت، مش قادره اشتغل، مش قادره اعمل اكل ليه؟ انت بتسعيها عشان تحافظ على صحتها؟ ايوه انا بساعدها، بساعدها بقول لها يعني خفي عن نفسك شوي. قالت لك ايه؟ قالت لي ما انتش عارفه ظروف حد، مش عارفه ظروف. هي بتقول لك انت مش عارفه ظروف. اه ما هي للاسف عصمه راجل ما كانش بيصرف عليها. ممكن رايحين جايين مع بعض، صورتها اننا قاعده طول الليل ما نمتش، مذهوله مذهوله. انت اخر واحده شفتيها؟ اخر مره دي بقول لك ندعت عليا، ندعت راحه فين؟ قلت لها راحه ادفع حق دورة لابق. قالت لي هتجيبي سمك الصبح، قلت لها سيبها على الله، سيبها على الله. حبيبتي لسه بتفكر في الطاقه اللي لسه. أيوة والله يا مؤمنه بالله. اي حبيبتي ايه؟ أيوة والله يا مؤمنه بالله، والله بحلف لك بالله، بحلف لك بالله، والله حصل يا حبيبه قلبي، لا اعرفك انت منين ولا جايه منين، والمصحف حصل، انا مخنوقه مش قادره اتكلم. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم مذهولة طول الليل عمالة الف في الصالة على منظري، مفيش حاجة. مش قادرة تتوقع، مش قادرة، مش قادرة، مش ما كانش تستاهل كده، ما تستاهلش، مش ما تستاهلش خالص، والله ما تستاهل. أنا مخنوقة أصلا مش قادرة أنطق. كنت بتسرحوا وتجوا مع بعض؟ بقول لك سرعة مع لغاية، بقول لها مش قادرة أشتغل تعبان، قالت لي ما تحسسيش حد وأنا هساعد، أما لقاكي ورا هجري وراك، هجري قدامك وأساعد. قلت لها صوابع الشكم بادلة، تقول لي لا هساعدك، والمصحف حصل وساعدتني فعلا ومشى الكلام. مذهولة مذهولة خالص. يعني على الرغم ان هي كانت مخنوقه، مخنوقه من ازاي طول الليل، والله العظيم لا راحه جاي راحه جاي ومش قادره اعمل حاجه. يعني انت صاحبتها بمجرد ما كنتوا بتروحوا تجوا مع بعض زعلانه على شنب؟ مقهوره، درس بوجعني، درس بوجعني، بقول لها درس بوجعني، بتقول لي تعالي ما اوديك للصيدليه، انا عارفه الحبوب، وهي اللي خشت جابت لي الحبوب بايدي، والحبوب فعلا ريحتني. كانت جدعه. اه محترمه محترمه، كانت اصيله وتمر فيها العيش والملح. محترمه بيكفي ان انا بقول لها، بتقول لي شكلك عامل كده ليه؟ شكلك، قلت لها درس مش قادره، قالت لي قومي ده انا مجربه وجع الدرس، قومي. وخدتك وخدتني وودتني الصيدليه، وهي اللي قالت للصيدله هات لي كذا، وخدت من ايدها حطيت في بوق، ما صبرتش على ما هي اللي جابت لي الميه من قلبي، والله جابت لي الميه من الفنتر، والمصحف جابت لي الميه من الفنتر يا مؤمنه بالله. ده كان بتسيب ذكرى حلوه؟ لا انا ما انا مذهوله، انا مذهوله. كانت بتسيب معاها ذكرى حلوه عشان تدعي لها. انا مذهوله مذهوله ومتحمله وحاطه على راسي، متحمله وحاطه على راسي.
متحمله. انا مش قادره، انا مش قادره، مخنوقه، مش قادره اتكلم. كانت بتتكلم ما كاتمه 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 والله. انطقي انطقي يا حبيبتي، انطقي انت وقولي، انت وقولي يا شيخ، حرام عليك، انت وقولي، انت وقولي يا شيخ. انا بنطق يا بنت تقولي اسكتي يا حلوفي. مخنوقه مخنوقه، وربنا اللي علم والناس ما جعلنا بحد. لو جوزها سمعك اللي هن عليه العش والملح، لا منه لله، منه وهن لله، منه لله، عليه مستقبل بناته، منه لله، ومراته اللي كانت شقيانة في الأرض، مقهورة مقهورة، ربنا العالم. انت بكيتيني وانا معرفهاش، منه لله والله، بكيتيني وانا معرفهاش، منه مذهولة يا حبيبتي والله. اقول لها يا فاطمة ما تكون مخنوقة، اجري على فاطمة يا فاطمة، فيا كذا يا فاطمة، تقول لي طب بس طولي بالك، طولي بالك حبيبتي. انت بتفضفضي معاها وهي كاتمه جواها، مش عايزه تبوح سر جوزها. ايوه ايوه، وجالها جات لي مره بجرح، بقول لها لا جرح دي مش لوح، جاز اترمى عليكي، مش لوح ابدا. انطقي، والصيدليه مش راضيه بتاع الوحده مش راضيه تغير لها تحت فم. قلت لهم امال هي معموله وحده ليه لما ترماها في اجي؟ يعني حتى جوزها لما ضربها بالاله الحاده في وركها او في رجليها غيروا لها، غيروا لها، ما رضتش. وانت اشد انت اقرب الصحاب لها، ما رضتش تحكي لك اللي عامل فيها كده. بس اه ما صرحت، ما قالت لكيش، ما صرحتنيش، بس انا فهمت. شفتي كانت كتومه ازاي وبتداري على سر جوزها ازاي؟ فهمت والله، فهمت. منهم لله اللي اذوها، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. تقولي لفاطمه دلوقتي اللي هو سامعاك وحاسه بيكي، ربنا يرحمك برحمته ويخفف ويخفف عنك يا حبيبتي، ربنا يخفف عنيه وجزاها باللي هي عملته. ونعم الصحاب، وجازيها ونعم الصحاب، لان انا فعلا انا واقفه، انا اول مره اقف الموقف ده علشان مقهوره، مقهوره على فاطمه، مقهورة على فاطمة. ما كناش نتخيل كده، ما كناش نتخيل كده. الناس كلها بقت اقول لك ايه، صغير وكبير ورجاله وحريم يقولوا ازاي موقفين رايحه عندهم مزورها، يقول لي ايه؟ قلت لهم اغلى من الغول، والله ما شفنا منها حاجه وحش. انا ما اعرفهاش، بكيت علشانها من كلامك قد ايه. يعني كانت ست جدعه ومحترمه، بنت لسه عندها 21 سنه، بيتها قدام بيت اهلها كانت كتومه لاشد درجه، ان هي ما تقولش لصاحبتها، واكتر واحده قريبه لها انت. بصرخ في وشها واقول لها انطقي انطقي يا شيخه، حرام عليك، انطقي عايزاها تفضفض، حاسه ان هي كاتمه جواها مكتوم، وبتبص لك وبتبص بعينها وخلاص. يا ريتها تنطق دلوقتي، تشكي للي خالقها. اه ايوه، هي راحت للي احسن مني، هي راحت للي احسن مني، هي ما تعزش عليه بس كانت طريقه وحشه قوي. هي راحت للي احسن مني، هي احنا هي راحت في المكان اللي احسن مني، بس ربنا يجزاها كل طيب. صبحت على السوق، قلت لهم لا انا خارجه، صباح الخير يا فاطمه. انت قلت الف فاطمه، صباح الخير يا فاطمه، رد عليا يا فاطمه، اللي بتاع مقفول عليها، مقفول عليها، مقفول عليها. والله قلت لهم تعالوا روحوا صبحوا عليه، وفعلا مشوا كلامهم صبحوا عليه، مشوا معايا وصبحوا عليه، مشوا معايا وصبحوا علي يا فاطمة، صبحوا عليك يا فاطمة، صبحوا عليك والله، منهم لله. بكتنا صديقتها الحقيقة، يعني موقف مؤلم جدا، مأساة. أبشع جريمة حصلت داخل محافظة الدقهلية في الفترة اللي فاتت، قتل مراته عشان علبة سجاير هان عليه العيش والملح، هانت عليه العشرة، كسرهم، كسر صاحبتها وكسرها قدام ولادها وكسر بناته الثلاثة، اللي الله اعلم هيتربوا ازاي، هيتربوا مع اب قاتل ازاي. ربنا يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته. فاطمة سمير بنت عزبة العراقي، المفروض يجيبوا حق ايه؟ انت عاوزين المفروض نجيبوا حق ايه؟ نجيبوا حق ايه؟ يجيبوا حق ايه؟ يجيبوا حق ايه عشان تاني مرة ما ايوه 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 انا عاوزة حق ايه؟ انا قلت عاوزه بنزين اولح، اولح في كل اللي بقى زهق من النار اللي جواه. ايوه ايوه، انا اللي شفته مني ما شفتش منها حاجه وحش، ما شفتش منها حاجه وحش. تطالبوا بايه دلوقتي؟ ما حدش منهم اشوفه في البيت، الباب اتقفل، البيت قدامكم، البيت اتقفل. طول ما هم في البيت قلبنا محروق، طول ما هم في البيت قلبنا محروق، ما نشوفهمش فين. يتكتب باسم التلات ولايه اللي سابت لهم غلابه ده، يكتب باسمهم والشمع اللي عند ما يبقوا عرايس يجوا يقعدوا. مامة فاطمة فين؟ متوفية. يعني هي يتيمة؟ يا رب عيلة وعيالها يتيموا دلوقتي منها. حسب الله ونعم الوكيل. ايوه تمام، اولاد يتيمة. حسب الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة. وكل ينسأل عن فاطمة، من عمتها لحماتها كله، كل اللي هي قاعدة في وسطهم. اصلهم بصي ما عملوهاش حاجة حلوة نفتكرهم بها. بالأمانة والله ما عملوا لها حاجة حلوة نفتكرهم بها خالص. البيت يشمع. راحوا وهي نايمة. البيت يشمع يشمع يشمع، ما نشوفش حد منهم هنا خالص. أنت أخويا اللي مربيها، يعني أخ وأب في نفس المكان، كل اللي أنت عاوزيه. أنا اللي أنا عايزه أناشد
وزير الداخليه ورئيس رئيس الجمهوريه القصاص، والطرب الثاني ان البيت الشمع ما شافش منهم حد، عايزين يعيشوا حياتهم يعيشوا حياتهم بعيد عني، لان انا جوايا بركان نار نار النار اهون، والله العظيم النار اهون. ربنا يصبرك. ديت كانت روحي، والله كانت روحي، والله العظيم كانت روحي. ادي انت شفتي اللي كانت بتتكلم معاك دلوقتي، اللي كانت بتتكلم معاك دلوقتي صاحبتها، وشوف بيتها فين؟ بيتها هناك اهو، بيتها هناك اهو، مجرد صاحبتها. والله العظيم والله العظيم والله العظيم فاطمه ديت كانت ملاك ملاك، عمر ما حد زعل منها ولا عمرها زعلت حد منها، يشتموها مهما يشتموها تضحك. فاطمه لو سمعت دلوقتي، جوز اختك اللي انت سلمتها له، نفسي اعرف علشان يصونها، وهو ما كانش قد الامان. نفسي اعرف هو عمل كده ليه؟ كان يجيني يقول لي انا عايز اعمل سجاير، والله العظيم كنت اديله اعمل سجاير، ولو كنت عايز فلوس كنت اديله فلوس، والله العظيم كنت اديله اعمل سجاير، ولو عايز فلوس كنت اديله فلوس. بس انا عايز اعرف هي استعملت السكينه ازاي؟ انا مش عارف انام، مش عارف انام لما استل سكينه في جنبها دي وكده جنب دي، والسكينه كبيره في رقبتها، وكيل النيابه اللي شالها، احنا سمعنا كده، وكيل الطب الشرعي اللي شالها في المنصوره، لما تفضل السكينه من الساعه 1 بالليل في رقبتها ما تنشرش الا بعد اذان العصر. ما فكروش يلحقوها، قولي لي انت اختها، هو انا بقول ما فكروش يلحقوها، ما يمكن كان لسه فيها الروح حماتها. داروا علينا، نفسي داروا عليه، داروا علينا، انت خدك رايح يا قلبي، خبا عننا حاجه، داروا علينا كل حاجه، داروا علينا كل حاجه. تقول ايه لجوز اختك دلوقتي لو سمع؟ اشوفه مشنوق قدام عيني وفي ميدان عايزه نارك تبرد، ما هو تبرد وهي ما تقعدش في البلكونه. لو سمحت اخته، ما تقعدش في البلكونه. السبب اللي هم عاملينه ده هو المطريه اللي هم عاملينها ده ايه؟ انا بقول كده كان عايزين يرموا في اي حته ولا ما نعرفش عنها حاجه. لا لا الدنيا مش سايبه، هي كده اللي خلوهم يقعدوا جنب منا ودمها بنزف، ما ينجدوهاش شيء، هم كانوا ناويين على كده. سابوها تنزف من الساعة واحدة بالليل لما للصبح قدام عينه، وقاعد بيشوف مراته هانت عليه العشرة، هان عليه العيش والملح. طب وما فكرش في أولاده؟ من الساعة 6 من الساعة 1 بالليل ما فكرش في بناته اللي كانوا قاعدين بيعيطوا وشايفين مامته بتنزف وبتتذبح قدام عينيهم؟ مفيش ضمير اللي خلاها تنزل من انا مش لاقي له وصف، مش لاقي له اللي خلاها تنزل من الساعة 1 بالليل لما الساعة 6 الصبح ما يقولوش شيء. يا ماما كانوا يتوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقع عليهم. بشكركم جدا الحقيقة، عجز الكلام والوصف عن وصف مثل هذا الشخص، الزوج اللي مراته شغالة ورديتين وثلاث ورديات، شفنا صاحبتها يعني كأنها كانت أختها، شفنا زوجة الأخ، شفنا الأخ، شفنا الأب اللي مقهور مش قادر يتكلم من قهرته، شفنا أختها اللي صوتها رايح، شفنا الناس كلها حزينة، أهل القرية والقرى المجاورة والدقهلية كلها حزينة على فاطمة اللي صورتها جميلة، يعني راحت للأسف الشديد غدر على يد زوجها اللي ذبحها ونحرها بالسكينه 3 مرات يعني، وسابها بتنزف قدام عينه، ما فكرش ان ممكن يكون فيها الروح ويلحقها. بجد احنا بقينا محتاجين تقويم للنفس، بقينا محتاجين شيوخنا، شيوخ الازهر والاوقاف، يطلعوا على المنابر ويقولوا للناس اتحكموا في اعصابكم، راعوا ربنا في الوديعه وفي الامانه اللي اهل البنت دي اداها لكم، حافظوا على الامانه، حافظوا على القوارير. ما سقتوش درق ميه، ما سقتوش كاس ميه، ما سقتوش اي حاجه، ما ادتلوش حاجه، ده كل حاجه وجايبها له، كل حاجه جايبها له ومجاوباه، يعمل فيها كده ليه؟ كسرها ليه وسدها ليه؟ ليه يعمل فيها كده؟ ينتقم منه ربنا، اللهم يبارك له.